حاليا استلمتم النفط الابيض؟ ما اكلها والله. هسه لو يفرون من الساعه 3 يصير زخم. لان هسه بالبرميل 120,000. الدنيا نار و120,000. بس لو يوفرون من الساعه العالم ناس يصير زخم على البنزينات. يعني قصدك يوفرون ويطلقوه بال يطلقوه وما شيء يصير يعني حتى لا يصير زخم بالبنزينه ولا شيء. والله بالنسبه لي انا عندي يعني على طول ما ابيع وعندي دير لان بالشتاء احتاج اتعفن مريضه وبروده رجلي على طول لا بالبيت لا بالدكان لا ما صوبة تشتغل ما يعني ما زين. الماء عنده؟ الماء عنده والله الله يساعده ياخذ بالبطاله وبسواق سوداء. فهسه هسه يعني جو دافي يعوضون على مود الشتاء يعضون يعني خلوه مدور للمواطن حتى لا يحتاج من اسواق سوداء. يعني من هسه يطلقون البطاقه؟ ايه حتى يستلم المواطن برميل مدور يخلي عنده للشتاء يعني. يعني اكو ناس ما عندهم ما تاخذ بطل جريكان يعني بسعر مثل ما يقول بسيط ياخذوه يستفاد منه. والله بالنسبه للنفط الابيض مطلوب دائما مطلوب لان اكو جماعه كثير من العوائل الفقيره والمتعففه يطبخون على الشول يطبخون على الصوبات النفطيه يعني هاي ما تدفيها يطبخون عليهم ما عندهم امكانياتهم محدوده ما تقدر يشترون غاز العفو او طباخات غازيه ما عندهم. فضروري ضروري النفط الابيض للعوائل ان يوزعوها الساعات ويكون مثل قبل كان يكون دائما توزيع سنوي يعني على مدار السنه ما يقطعونه بالصيف ويخلونه بالشتاء. كان قبل حتى بالصيف ينطون الحق ان ناخذ الغاز يعني حتى كنا عندنا يعني مدور من الغاز دي الشتي يجينا الشتاء احنا عندنا مدور من الغاز كميه تسوى يعني مثل ما نقول. فضروري وانا بالنسبه لي هون كيون يجون جماعه عوائل يسالوننا عن من يبيع بطل يعني بطل تسعف هذا الحظ. نعم نعم البيع او تبيع جوني جماعه غادوا لهم بطل غاز فدزيتهم على وين قالوا خوينا يبيع غاز ابراهيم يعني ياخذون منه غاز. فضروري غاز يكون دائما متوفر حتى المواطن دائما يحتاج لان احنا في ظرف ووضع صعب يعني.